بشطارتي، أعوذ بالله بشطارتي. اهدى كير. Good morning, Johnny. Johnny, morning, man. شكلك لسه ما فوتش. وفي ايه اللي بيحصل ده؟ حد يفهمني ايه اللي بيحصل؟ Good morning, Mr. Johnny. انت مين؟ با؟ ما عرفني نيشي؟ انا الكبير. لا، انا الكبير. انت جوني. بص على تاتو، بص في المرايات. علي الطلاق لو ما قلت ليه اللي بيحصل، لكون مكسر الدوار ده كلها على فوقك. Calm down, Johnny. Calm down. الامور دي ما بتتخدش بالقفش. اهدى اهدى كيف؟ عاوزني اصحى من نومتي القى نفسي لابس بنتكور وفلينا بنك وقصص شعري كيف ماريا كاري وتقول لي اهدى؟ اولا هي عمرها ما عملت اللوك ده. ثانيا عاوز تفهم ولا مش عاوز؟ تشوز. قصر فهمني مين ابن الكلب اللي عمل فينك ده؟ واتش يور ماوث مان. انت كده بتغلط في داد. جس وات، انا اللي عملت كده. تعمل كده في اخوك عادي، لكل فعل رد فعل، وانت اللي ابتديت. ولا ناسي البورصة والستة مليون ستمية سبعة وخمسين ألف جنيه كبير؟ الله يخرب بيتك يا فزع الكلب. وزي ما انت قررت انك تاخد الورث اللي سابهولي داد، انا كمان قررت اخدك كلك على بعضك. هتعمل ايه يعني؟ زي ما انت شايف انا بقيت الكبير وانت بقيت جوني. وعملت كده كيف؟ عملت عملية، بدلنا وشوش بعض. هو اشتكيف يا ولد ابوي. So funny. عملت عملية فيس اوف، نقل الوش. دي بقت عمليه مشهوره جدا، اسهل من عمليه اللوز. طب والوش ده هيروح متى؟ الوش ده عمره ما هيروح ابدا. هتفضل طول عمرك جوني. يعني وشي هدف عندك. لو خطيت خطوه واحده هتخك والناس هتعتبره دفاع عن النفس. تقتل اخوك عادي. سو وات، ما انت اللي ابتديت. باي ذا واي، قبل ما اعمل العمليه اتنزلت لك، يعني لما كنت انا جواك جوا البادي بتاعك. لما يا مش فاهم حاجه. يعني من الاخر اتنزلت لنفسي عن العموديه وعن كل، انا هبقى كل حاجه وانت ولا حاجه. امسكوا يا فزاع. يا دي يا ابو رياله يا اهبل، اقول لك امسكوا يا فزاع تقوم مصدق؟ اتشهد على روحك يا جوني. يا مري بتعمل ايه يا جوني؟ انت اتجننت. هديه بعد، هديه جوني. سيب الفرفر ده ربنا يهديك. بعد يا بنت، خلينا طخ وريح الناس من الشرور. بعدي. لا لا، جربي جربي يا مراتي يا حبيبتي، دافع عني. بعد يا بنت ما تلتقيش فيه كده. امسك يا فزاع. يا دي بتهبل يا اهبل، ما لسه عاملها فيك دلوقتي. ما امسك يا فزاع. تعالى يا جوني بيه. استهدى بالله امال. بعدت. تعالى معايا، ده انا هجوزك هالنومه. وديه البوليس. هو ايه اللي حصل يا كبير؟ اتس كريزي. بيجي مجنون، بيجي مجنون مخبل. ربنا يستر. انا ما عملتش حاجة، انا بريء. جوني هو اللي خد وشي. خش قدام يا مذنب يا ابن المذنب. يا جماعة انا الكبير اللي في الدوار ده، يبقى جوني اخد وشي. قاعدة تحلو قوي يا رجالة. الله، ايه اللي جابك هنا يا خواجة؟ بس يا انت هو ده خواجه جاي سياحه، سيبوني انا. وانت مين اسم الله على مقامك؟ انا اللي هاخدك وافسحك في الزنزانه. وانت اسمك ايه عاد؟ انا الهرم. والله شكلي اعملها معاك يا هرم.
تعمليها مع مين يا قطة؟ هتخربشيني؟ لا، ما هي عمرها ما كانت بالشكل واصل. قسما عظمة، اللي هينزل فيكو يده ولا يبص يمين ولا شمال لاجي سقفلي على قفاه، فاهمين؟ فاهمين. وادي يا كرومبو. نعم يا سيد الناس. عاوز كوباية شاي تقيلة حبر. حاضر يا سيد الناس. مالك يا قطة؟ مالك؟ هتقعدي تسيقي طول الليل ولا ايه؟ عاوز انام، خلصي. عادي يا سيد الناس. مين برضك؟ يلا هندس، يلا نهرب، يلا نهرب. انتوا اللي بعدكم جوني. ايه ايه يا جوني؟ مالك في ايه؟ صح انا جوني. يلا 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 قوم 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 يا سيدي. اهو قوم قوم. يا جوني اول مره تركب بوجي. لا انا مش قادر افهم انت ليه جايبنا تاني عند الدوار. جوني احنا لازم نهرب دلوقتي حالا ونروح على امريكا. يا ابني الموقف بقى خطر جدا يا حبيبي. انت من ساعه ما اتقبض عليك والكبير مش شادد الحراسه على الدوار، ولسه لما يعرف انك قريب. يا جماعه ما هو ما ينفعش. امبوسيبل امبوسيبل امبوسيبل. لازم لازم ادخل الدوار. دوار ايه؟ دوار ايه يا سيدوني؟ الكبير خلاص حطك في دماغه، ورجالته لو شافوك هيتخوك طوالي. نهوي لازم ادخل الدوار. ايه ده؟ انت جننت؟ انت مش سامع هدرس بيقول لك ايه؟ طب بلاش، مش شايف الحراسه اللي على الدوار دي كلها؟ عادي جوني، دون بي ستيوبيد. انت بتقولي مين ستيوبيد؟ بتقولي مين ستيوبيد؟ صلي على النبي. صلي على النبي. في ايه يا سيدوني؟ في ايه؟ ما ينفعش يقول ستوبيد. معلش سي توماس خايف عليك وبيقول على فيه مصلحتك. قول ستوبيد ليه؟ طار قول له سوري. جوني سوري بجد، انا ما تزعلش مني، بس بجد الموقف بقى خطر. انا عايز افهم حاجه، انت عايز تدخل الدوار تعمل ايه يا جماعه؟ ما هو جوني. جوني اقصد اقول الكبير 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 معايا الباسبور بتاعي. يعني معايا الباسبور بتاعي، اسافر اركب الطياره ازاي؟ هاو هاو. صح. طب هتدخل الدوار ازاي دلوقتي؟ I have فكره بالانجليزي. Idea. I have idea. توماس يا اشرف. افتح لهم الباب هنداوي. ركز. ها ايه اللي انتوا شايفينه ده؟ وداخلين بيه فين؟ دي سدادة. سدادة كانت بتتنظف وإيه؟ جبناها. وخلصت فجبناها. عدي عدي. سيدي خلاص. إيه اللي جاب السجادة دي هنا؟ أنا حقول لك هدية. أنت لحالك؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كوح يا هديرة. أنا الكبير. الكبير؟ ويا اهلي دخلك جوا السجاده. عم باخذ شاور، عنزله. فكيني الاول واحكي لك على كل حاجه.
كحرتيني يا بنت كحرتيني. ماشي بسم الله الرحمن الرحيم. على مهلي كحرتيني. يا مري اكتمي يا بنت اكتمي. انا الكبير اللي معاكي في الدوار ده يبقى جوني. من تحل شخصيتي اعمل لي عمليه نقل وش فيس اوف. تعرف ايه يعني؟ صدقتيني قولي والله ولا ما اخسر. يا ليش يا بقره والله العظيم انا الكبير يا بنت انا الكبير. طب شوفي انا حسيبك واساليني عن اي تفاصيل شخصيه بيني وبينك. اذا جاوبتك غلط صرخي ولم علي الناس خلاص. ها طب انا اسمه امي ايه؟ شموع. طب اكتر مطرب بحبه مين؟ ست بدريه السيد. طب اكتر اغنيه بحبها لها هي ايه؟ الموال بتاع يا نخله تعطي جريدك شكني سلك. ماشي. طب احنا تاريخ جوازنا كام؟ تاريخ جوازنا تاريخ جواز شفت عاد اكتم يا بنت. اليوم ده كان كله مطر وزعبيب وابوك كلاوي يبوزه عشان الجماعه بتوع الفيديو انقلب من الميكروباص وماتوا قبل ما يجوا. قاعد زعلان كيف فرح بنته ما يتصور شيء. اقول لك على مره ثاني لما جينا نكتب الكتاب ما لقيناش الشهود. عائلتكم كلها ولا واحد حده بطاقه. حتى في الاخر جبنا الواد صبي الغزيه والنبطشي عشان يبقوا شهود، صح ولا لا؟ صح. بس انا ما خبراش برضك كيف تبقى الكبير يعني؟ يا بنت قلت لك عمليه نقل وش. انا اسمع النقل دم، نقل كبد، انما نقل وش. اللي حصل عادي هديه. افتح يا هديه. انا عمري خبط عليك الباب يا هديه. انت يا هديره يا باقره. طب الدهره انت دلوقتي الدهره. يلا يا بيت. باه بقالي ساعة بضرب على الباب ما فتحتيش على طول ليه؟ معلش يا كبير ما كنتش سامع حقك علي. كنت عاوز حاجة يا كبير؟ أبدا أصلي سمعت صوتك وانت بتصرخي. أصلي لقيت بوصة فاتخلعت. أوه ماي جود. أصلي وأنا بخبط عليك سمعت صوت حد معاك معاك ده تلقاه التلفزيون. طب إيه اللي جاب السجادة دي هنا؟ السجادة؟ السجادة دي أنا جبتها عشان كنت عاوز أغير الدكور. اوكي ماشي انا نازل اندلع. نازل اندلع. لو عوزتي اي حاجه مني اديني مستكول وانا هقابلك في الهول. بقول لك يا كبير. ها مش انا وانا بقلب في الدولاب النهارده لقيت شريط الفيديو بتاع الفرح بتاعنا وقعدت اتفرج عليه. اوه ده كان يوم جامد قوي. شوفي يبقى سيبيه لي عشان اتفرج عليه واستعيد الذكريات الحلوه يا باقرة. اطلع اطلع ماشي خلاص. صدقتيني يا هديه؟ يبقى موضوع نقل الوش ده صح صح. اتاريه كل شويه اشوفه قاعد مع الدكتور بيتودودوا. دكتور مين ده؟ الدكتور ربيع بتاع الوحده الصحيه. دكتور ربيع. حرام عليك كفايه كده. هانت فضل لك حقنه كمان وتبقى قفلت ال 12. ابو سيدك كفايه كده. اضربها لك فين دي؟ جسمك ما بقاش فيه مطرح سليم. ابوس رجلك كفايه حوان. شوف انت عايز ايه وانا اعمله لك يا كبير. يعني انت معترف ان الكبير؟ ايوه ايوه والمصحف الشريف انت الكبير. انا معترف. شوف انت عايز ايه وانا عنيا ليك يا كبير. عاوزك كيف ما عملت العمليه وغيرت وشوشنا ترجع لي وش تاني وتسيب جوني من غير وش. انا عايز وشه في علبه. عنيا هجيب لك وشه في علبه والفها لك لفه هدايا كمان. احنا نهزره نهزره. اسمع انت تخليك هنا وعاك تتحرك. انا اروح اخدر جوني واجيبه هنا ونعمل العمليه. مش هينفع يا كبير. انا برضه قلت انت نفسك فيها. لا ما
اقصدش ما اقصدش انا اقصد ان جوني محضر قط العمليات في الدوار مش في العياده. تحت الجناح يلا بينا على الدوار. يا سلام ايه الفقاقه دي؟ ما لو شافونا داخلين مع بعض انا وانت يا ناصح هيشكوا فينا. انت هتردح لي هتردح لي. على العموم ما تخافش، سيب موضوع الدخول ده على ياني. وقف عندك. دول سدتين كانوا بيضربوا. انا سالتك لوك ات مي، بص لي شوف لي. انا سالتك نزل السجاجيد. نزل السجاجيد، نزل. افرد افرد، ما انت هتشوف ال ويل ويل ويل، ايه المفاجأة الجامدة دي؟ تصدق اني كنت بدور عليك؟ او ماي جاد دكتور ربيع، طب مبهدل الراجل اللي معاك ليه؟ اشرف ودي الكلابيب دول على الاوفيس المكتب وسيب لي جوني. انا بحملك المسؤولية كاملة يا عم. اتنين ايه ده؟ فيزو شكله هيتغابى وهيتشقى، روح ثبته ثبته. ياد ملك ماي سيادك دي ليه ياد؟ عاوز ايه انت؟ رالي لي نفسك في سجاده. فاكر شغل الاطفال ده هيعدي عليا؟ عيب، ده انا الكبير. انت خابر زين ان انا الكبير وحفضل طول عمري كبير. طول عمري ربنا يديك طولة العمر، للاسف مش هتلحق. ليه يعني؟ اشرف موته. اشرف انت جنيت ولا ايه؟ هتخري انا كبير يا اشرف. اللود موت عشان انا قلت اشرف انت قلت اشرف. مين قال لك اساسا ان ده اشرف؟ امال انت مين؟ انا توماس يا معلم. والله العظيم يا تخو انت الكلب سبب في كل المصايب دي. يا مري هتخلص على مين يا كبير؟ بتكلمك ده يا اياد، انت مين؟ انا مرتك هديه. ما تقوليش كده، ما تقشعرنيش. ارمي سلاحك يا كبير. فزاع؟ ايوه فزاع اللي هيخلص عليك. فزاع؟ فينيش هيم. امر جنابك.